الجديد هو أن هذه الدورة مخصصة للتضامن مع فلسطين، تعبيراً عن تضامننا مع فلسطين. هذه ميزة وخاصية الأساسية لهذه الدورة. البرمجة حرصنا على أن تظل كل فقرات ربيع الفنون اللي تعود بها جمهور هذا المهرجان، فنون تشكيلية، شعر، سينما، رسم، مسرح، غناء، احتفالية. معناها الجانب الاحتفالي نحافظ عليه مع هذه السنة يكون محتشم، لأنه وضع فلسطين ما يكونش احتفالي يعني زاهي برشا. أي فما أمسة شعرية كبرى تونسية فلسطينية وجزائرية وليبية، باش يكون فما شعراء من فلسطين، يعني شعرة جاي من رام الله توصل لفندو، وزوج شعراء فلسطينيين موجودين هنا في تونس، وشعراء تونسة، وشاعر من الجزائر، وشاعر من ليبيا. ننشروا في فيسبوك احنا وفي وسائل الاعلام وفي اذاعتكم باش يكون الحضور مفتوح. نسيب وافر جبناهم فيلم اللي توا منتشر وضارب كما يقولوا بين قوسين باللهجه الشارع، خاتم علي. عندنا عرض الافتتاح، عرض فني في الافتتاح خاصة فلسطين. والله الميزانية ما بين 70 و80، احنا اللي لحد الان اللي موعودين به ايش 60 سنة يحققوا. الحياة FM، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة FM.